طلعت كراسه كده شكلها قديم، مش دفتر حضور وانصراف، ما هيش دفتر حضور وانصراف، وقالت لي تعالى امضي هنا، اكتب اسمك كده، امضي هنا امضي هنا امضي هنا، اللي هي اللي فاتت كلها. طب ده مش دفتر حضور وانصراف، ده مش دفتر حضور وانصراف يا جماعه، وعملت ايه امضي ازاي حضور وانصراف وانا جواب الشغل بتاعي ما نزلش الشغل للعاملين؟ ما نزلش الشغل للعاملين ليه يا جماعه؟ ما تنزلوش شغل للعاملين؟ طيب مش عايزين يرجعوا لي مدرستي تاني؟ لا كده ولا كده، لا راضيين يمدوك في الإدارة ولا يرجعوك مدرستك دي. لا في لا الشارع لا انا هقول لحضرتك اهو، قلت امبارح قبل الحادثه بيوم قلت له يا احمد عايز ارجع مدرستي تاني، قال لي طب روح انت دلوقتي استخير ربنا وتعالى بكره. يعني جيت هم قال لي زهقوك على ضغط درجة نفسي ان غير انت عادي بصراحه، ونفسي اعرف ايه السبب، نفسي اعرف ايه السبب، في ايه، في مؤامره عليا، في مؤامره عليا، انا عملت ايه؟ فكرت في ايه بقى انت بعد لما لقيت والله مفيش العظيم انا حالة اليأس؟ يأس، يأس عادي، يأس عادي غير عادي يعني، فكرت في ايه بقى؟ مش عارف والله، مش عارف اقول لك ايه بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل يعني، وقعت ازاي، او اللي حصل لك والإصابة والكسور اللي في رجلك دي، ايه اللي حصل بقى؟ عملت ايه؟ فكرت ازاي؟ فكرت تعمل ايه؟ فكرت في ايه بس، بيتي بيتخرب، هيربوني في الشارع، هيشردوا ولادي، يأس، يأس اكتر من كده مفيش.